كابتن كانت لقطة في آخر المباراة توجهت بصفة مفاجئة إلى بنك اتحاد بن بعد تسجيل ترجي في الثاني لقطة أساءت غضب بنك اتحاد بن جردان جماهير اتحاد بن التي رأت فيها إساءة إلى الجهة وإلى الفريق وهذا ما صرح به كذلك حكيم عون مدرب اتحاد بن الذي يعني يلوم كثيرا كثيرا المدرب نبيل معلوم خلينا نتكلم عادي السؤال فهمته أنا نتكلم معك ميسيرج انا من حكي معون بلكش يسخيني انا ولد لاصرم ولا ولد بن, بن عمار انا ولد جربه معناه انا قريب لبن قردان مانيش بعيد على بن قردان دونك ما نجمش نسيء للجهه ما دخليش فيها جهويات وحكايات فارغه هذيا ولا شعبويه هذيا انا فما واحد انه زابروفوكي تو لون ماتش جانا واستفزنا في الماتش وقت اللي تسجلنا الهدف توجهت له اللي هو ديريكت لا عندها دخل بن ولا بنك بن ولا جهه بن جردين. فهمت معناها باش يدخل لي بن انا راني ولد جربه معناها فرد جهه انا وياه كان باش ندخل فيها جهات رانا فرد جهه فهمت فرد ولايه ماناش ما بعاد على بعضنا برشا الانسيدون يكلو